everyone, كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم in this video. So اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تمارين اللي خاصين gifts of youth اللي سبق ليهم وتحطوه في الامتحانات الوطنية. كما شفتوا في الفيديو اللي معكم vocabulary كلمة بكلمة، درت معكم nouns and adjectives. لكم انه الا بغينا نوصفوا شي واحد for describing people we use verb to be. Okay, we use verb to be to describe. Okay, مهم اللي بغى يشوف الفيديو اللي قبل راه دايره واحد البلاي ليست خاصه ثانيه بكالوريا، راه غيشوف الدرس الاولاني. اوكي، اليوم غادي نشوفوا التمارين. نبداو التمرين الاول. put the words between brackets in the correct form. اذا put the brackets in the correct form. من السؤال نحاول نفهموه. هنايا قال لك put، اذا غادي نحاولوا نوضعوا the words الكلمات between اللي ما بين brackets ما بين الاقواس in the correct form، يعني في الشكل ديالهم صحيح. نبداو بالجملة الأولى. رونالدو is very، هنايا عندنا vigor. vigor هنا عطينا noun، هنايا خاصنا نديرو adjective. علاش؟ لأنه هنايا بحال كنوصفو رونالدو كي داير، كنوصفوه ولا بغينا نوصفوه راه كنستعملو الأدجكتيف، ما كنديروش الناون. هنايا عطينا الناون، حنا بغينا الأدجكتيف. اذا داكشي باش قلت لكم في الفيديو اللي قبل بان ضروري ومؤكد اننا نعقلوا الادجكتيف ديال اي ديال كل اسم. اذا هنايا شنو هي فيغر؟ هي القوه. اذا الا بغينا نقولوا رونالدو قوي دونك غنقولوا فيغورس. غير شفتوا الفيديو اللي قبل انا متاكده بانهم راكم غير تعقلوا على الادجكتيف كيفاش تخرجوهم، لان درت معكم واحد الطريقه اللي زوينه. فوتبول بلاير، اذا هو واحد يعني لاعب كرة قدم قوي. okay. my friend is not very، صديقي ماشي optimism. optimism هو التفاؤل. of course أنا خصني الأدجكتيف ديال optimism اللي هي optimistic. as he is so scared of the exam، كما أنه so scared خائف. عقلوا على هذه مزيان. for example ممكن نقول أنا خائفة جدا. إذا it's so scared of the exam، ما متفائلش هاد الصديق، هذا غير متفائل كما أنه يخاف من الامتحانات. شوف don't scared، كل شيء غيكون سهل إن شاء الله. Amy can travel anywhere alone، إيمي ممكن أنها تسافر في أي بلاصة بوحدها. all her she is in، إذا كاع أصدقائها متفقين بأن هي، هنايا عندنا audacity. audacity راها ناون وكتعني جرأة. إلا بغينا الأدجكتيف هي audacious. نمشيو للتمرين الثاني. match the following words to form collections. شوفوا كونوا أكيد يعني إلا تبعتوا معايا هذا الفيديو وخرجتوا كاع التمارين اللي دايرة لكم في هذا الفيديو هادو عاوتهم، كونوا أكيدين لأنكم صافي غتكونوا ضابطين gifts of youth، لأن هادو هما التمارين هما اللي تتحطوا في الوطنيات، ما غيجيبوش لكم شي تمرين آخر من غير هادو اللي غندير لكم أهم. أوف كورس ممكن الجمل يكونوا مبدلين ولكن على نفس المنهج. أوكي، دابا غادي نشوفو النوع الثاني من التمارين اللي كيتحط. match the following words to form collections. اذا غادي نحاولو نصيلو بسهم هاد الكلمات، الكلمات ديال list 1 والكلمات ديال list 2، نحاولو نصيلو ما بيناتهم باش اننا نشكلو collections. وشنو كنعنيو collections؟ عقلو عليها لانها كتحط. collections هي الكلمات المركبه. سو هنا عندنا كلمات وهنا كلمات، الا ربطنا ما بيناتهم غيعطيونا collections واللي هما كلمات مركبه. نبداو old. old هي كبير، old كبير. اذا هنا شنو اللي غتجي معاها؟ هي fashioned. هادو مع الوقت غتعقلوا عليهم، don't worry. old fashioned، old fashioned كنعنيو بها عقليه قديمه، تنقول مثلا شي واحد هذا راه عقليته قديمه. دابا نكتبها لكم old fashioned، شنو كنعني بها عقليه قديمه؟ اوكي، so old fashioned. talented، talented هي مواهب ولا موهبه. اذا معايا اش غتجي مع youth، الشباب. so talented youth، الشباب الموهوبين. talented youth، الشباب موهوبين.
strong مع من غتجي مع hated، لأن strong hated كتعني عنيد، كتعني عنيد. okay so strong hated حاولوا تعقلوا عليها، strong hated كتعني عنيد. خيالي شي حاجه خياليه، دونك مع ما عايش غتجي مع story، imaginative story قصه خياليه. قصة خيالية. voice بحال تنقولوا إبداء. voice شنو غادي ندير؟ إبداء الرأي، an opinion. voice an opinion إبداء الرأي. voice an opinion إبداء الرأي. take part يعني بحال أشارك أو لا أشارك في، فين غتشارك؟ politics السياسة، إذا شارك في السياسة. take part in politics. أنا كنحاول، أنا كنتفادى نكتب بالعربية ولكن غير باش تعقلوا عليهم لأن هادو مهمين. الكوليكشنز هادو realize or fulfill عندهم نفس المعنى، تحقيق. realize or fulfill شنو غادي نحقق؟ a dream نحقق الحلم. so realize or fulfill a dream. make a decision. make a decision اتخاذ القرار. so سالينا التمرين الثاني، ندوزو للتمرين الثالث. سؤال موالي قال لك complete the charts with the missing nouns، اذا غنحاولوا نملؤوا الجدول. عندنا words هاد الكلمات هادو غادي نرجعو nouns، اذا 100% هادو غادي يكونوا adjectives، اذا من adjectives غادي نحولوهم الاسماء. نبداو اول حاجه وشي وحدين فيهم راه مهم نكمل نبداو. self confidence الا بغينا نرجعوها اسم شنو غادي نديرو؟ self confidence هي الثقه في النفس، هذه كتعني واثق من نفسه، هذه كتسمى الثقه في النفس. cooperative تعاوني، شخص تعاوني. she is cooperative يعني إنسانة كتتعاون. أوكي، إذا إلا بغينا الإسم cooperation هو التعاون. cooperation تعاون. honest شخص عنيد. the boy is honest هذا الولد هذا راه عنيد. وكما شفنا في التمرين اللي قبل ممكن نقوله strong headed اللي كتعني عنيد. strong headed or honest كتعني عنيد. إذا noun الإسم شنو ممكن نقوله؟ honesty يعني كتعني honesty يعني العناد، اما honestly بصدق. اوكي دونك honesty، نحاول نفرقوا ما بيناتهم. راه كاين فرق ما بين honesty و honestly. honesty كتعني يعني العناد، يعني شخص عنيد. اما honestly كتعني بصدق، يعني in a fact يعني حقيقة، or honestly يعني حقيقة وكتبدا تهضر. pessimistic متشائم، كنقول مثلا هاد البنت هادي متشائمة بزاف. this girl is very pessimistic. إذا إلا بغينا الإسم غادي نقولو pessimism واللي هو التشاؤم. pessimism. أوكي okay. beautiful جميل. اوكي الاسم هو beauty. mature ناضج، شخص ناضج. اوكي شخص ناضج الاسم هي maturity. reliable موثوق، شخص موثوق ممكن تثقوا به. الاسم هي reliability.
اوكي نحاول نكتب لكم هنايا the difference between honesty and honestly. سو حاولوا تعقلوا عليها باش ما تقعوش في هذا الخطا هذا. اوكي ندوزوا للتمرين الموالي. Give the correct form of the words between brackets. Brackets. اذا هاد التمرين هذا كيشبه التمرين الاول اللي شفناه. دونك هكا غيكون عندكم فرصه اكثر باش انكم تجاوبوا مزيان. اذا نحاولوا نجاوبوا على هاد التمرين هذا. نفس الحاجه هاد الكلمات اللي ما بين الاقواس between brackets نحاولوا نكتبوهم بالشكل الصحيح. نبداو بالجمله الاولى. جمال is very nice little boy. جمال هو واحد الشخص صغير زويون وبزاف. اوكي very very nice زوين بزاف. little boy يعني طفل دري صغير. اوكي but he is not that. ولكن هو ماشي maturity. maturity هي نضج. اذا احنا خصنا نكتبوا الادجكتيف اللي هي mature. هو ماشي ناضج. that's mature. So, but he is not that mature. He acts childish. كيتصرف طفولي. يعني تصرفات ديالو طفولية sometimes. بعض الأحيان. Donald Trump is an active. واحد شي شخص هو نشيط. And عندنا energy. يعني عنده طاقة. يعني اللي بغينا الأدجكتيف هي energetic. Energetic. هنا. ماشي. إيه. اوكي سو انرجيتيك. الجمله المواليه لهذا ماشي شنو ريلابيليتي موثوق. اذا شنو نقولوا الاسم ريلابل يعني ما نثقوش به. هي اولويز فورجيتس هيز ابايتمنتس لانه دائما كينسى المواعيد ديالو. اول ذا ستودنتس ان ماي سكول يعني كاع التلاميذ اللي كيقراو في المدرسه ديالي وير هنا عندنا enthusiasm يعني متحمسين. إذا هنا الأدجكتيف هي enthusiastic. To visit historical moments in the city باش أنهم يزوروا المآثر التاريخية اللي كاينين في ذاك البلاصة. هنايا energetic حيتها. Mike is not very Mike ماشي هنايا sociability. sociability اوكي okay. اذا شنو ممكن نكتبو sociable. sociable كتخرج ليا الش sociable. sociable اوكي sociable person هنا هو واحد الشخص ماشي اجتماعي. he does not have any friends at all ما عنده حتى شي صديق على الاطلاق. اوكي ماشي يعني كما تنقولوا شخص وحيد. your excuse sounds like an عندنا imagination. imagination story اذا شنو نكتبو imaginative story. هذا راه كنا شفنا في التمرين ديال collections يعني قصة خيالية. imaginative story قالوا الاعتذار ديالك كيبان بحال قصة خيالية. please be real عافاك كون حقيقي. okay your excuse sounds like an imaginative sorry please be real. اوكي مزيان. اذا هذا بالنسبه لهذا التمرين. هذا ندوزو لتمرين اخر. قالك match the following words to form correct collections. اذا هذا كيشبه داك التمرين الثاني ملي تنزيدو نثبتو داكشي اللي كان عندنا. اذا عندنا old شنو غتجي معاها old fashioned. علاش؟ لان old fashioned كتعني عقليه قديمه. ما نكتبوهمش انا بالعربيه لانه ديجا كتبتو. so old fashioned self confidence ثقه في النفس. self confidence gifted يعني موهبه او لا gifted youth مواهب الشباب. gifted youth كتعني talented youth عندهم نفس المعنى. gifted youth or talented youth عندهم نفس المعنى. realize او fulfill شنو dreams تحقيق الاحلام. will organize it يعني تنظيم جيد. will organize it. ندوزو لهاد التمرين هذا. put the words between brackets in the correct form. اذا هذا كيشبه التمرين الاول. عندنا هنايا كلمات ما بين قوسين غنحاولو نكتبوهم بشكل صحيح طبيعة الحال حسب سياق الجملة. ممكن هنا يكونوا عاطينا كلمة
او لا يكونوا عاطينا nouns وحنا نكتبو هنا adjective، او للعكس noun عفوا، او للعكس يكونوا عاطينا adjective وحنا نكتبو noun. Young people are usually so. اذا هنايا young people يعني الناس او الشباب عادة هما، هنا عندنا ambition اللي هي الطموح، فوالا الطموح. اذا هنايا خصنا هنايا عطينا الناون، اذا خصنا نديرو الادجكتيف اللي هي ambitious. ده الادجكتيف ambitious about their future، يعني هما عادة فين تيكونوا طموحين للمستقبل ديالهم. اوكي، هشام القروج is the most، اذا هشام القروج is the most هنايا talent. اذا هنايا noun، الادجكتيف هي talented. talented Moroccan athlete. yes who climb the mountains are extremely، يعني الشباب اللي كيتسلقوا الجبال هما شنو، ويني هما شنو، هنايا عندنا audacity. audacity هي الجرأة. audacity هي الجرأة. دونك شنو ممكن نقولو؟ audacious هي الادجكتيف. audacious she has a great اذا هي عندها شنو، هنايا عندنا passionate شغف. هادي اصلا passionate راها adjective، سو حنا غنرجعوها noun. اذا شنو هي passion، عندها واحد الشغف اللي كبير وعظيم. for Indian movies يعني تجاه الافلام الهندية. all people believe that the young generation is، يعني الناس الكبار كيعتقدوا بانه يعني الجيل ديال الشباب is، هنايا rebel هي متمرد. اذا الادجكتيف هي rebellious double l. as they tend to criticize everything. سو هنايا rebellious عقلوا عليها هي متمرد، انا حاولت نكتبها هنايا لانه مصطلح جديد. rebellious يعني متمردين. as they tend لانهم كيميلوا to criticize باش انهم ينتقدوا everything، باش انهم ينتقدوا اي حاجه. اخر سؤال غنشوفه ان شاء الله اليوم هو هذا. much age word with its correct definition. اذا منهم بحال self confidence اللي هي collections، فغادي نحاولوا نربطوا كل حاجه بالديفينيشن ديالها بالتعريف ديالها. نبداو اول حاجه بself confidence، ثقه في النفس. اذا واش likes and enjoys the company of others people، او believes in himself and his abilities. دونك هنا نجاوب بصح هو الثاني. self confidence ثقه في النفس شنو كتعني؟ believes in himself يعني تامن بالنفس ديالك. in his abilities وبالقدرات ديالك. اذا هذا هو الجواب الصحيح. then بالنسبه للself confidence punctual يعني كنعنيو بها الشخص اللي مرتب ومنظم. اوكي، واش likes and enjoys the company of others people، او always comes or arrives on time. دونك هذا هو الجواب الصحيح، يعني دائما كيجي وكيمشي في الوقت. اوكي، اذا هذا هو الجواب الصحيح. sociable فرها طبيعة الحال هي likes and enjoys the company of others people، هي أنك تفرح ويعجبك الحال أنك يعني تصاحب الناس الآخرين وتضحك معهم etc. دونك هذا هو الجواب الصحيح. honest هو صادق يعني شخص صادق فيه الصدق. honest هي الصدق. اوكي، عاد honesty هو شخص صادق. so واش not relying on others people help on or advice، او always tells the truth and never deceives people، او acts in adults not like a small child. اذا هنايا honest اللي هي شخص صادق، اذا هي هذه always tells the
truth يعني دائما كيقول الحقيقة and never deceives people وما كيخونش الناس الآخرين. أوكي إذن هذه هي honest. بالنسبة mature يعني نضج ناضج mature هي النضج mature نضج إذن شنو هي هذه acts as an adult يعني تصرف كشخص اللي هو عقلاني وبالغ not like a small child ماشي بحال شي طفل صغير so هذه هي التعريف ديال mature independent او autonomous اذا كتعني الاستقلاليه اذا هي هذه اللي بقات not relying on others people help or advice يعني ما تعتمدش على المساعده ديال الناس الاخرين على الراي ديال الناس الاخرين يعني independence خاص تكون عندك الاستقلاليه وخاصك يعني تعتمد على راسك اوكي اذا لازمي هكا غادي نكون ساليت معكم هاد الاكسرسايز هادو كنتمنى يا ربي انكم تكونوا فهمتوا نتلاقى معكم في النيكست فيديو السلام عليكم